نبدأ في هذه السلسلة المباركة من الأحاديث القدسية، الحديث القدسي. إذن الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ليس اعتمادي على هذا، إنما اعتمادي على الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة لا يمكن أن يتساهل فيها، لأنها صلة بين العبد وربه، فإذا انقطعت الصلة مع الله ستكون مع الشيطان. الصوم لا يتأتى فيه الرياء، لنظر الله إلى هذه القلوب، هي متوجهة ولا غافلة؟ فإن كانت متوجهة إليه سبحانه وتعالى أقبل عليها. الأربعون القدسية من الصحيحين مع فضيلة الدكتور عيادة أيوب الكباسي، يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.